السلام عليكم ورحمة الله. بل فتك سلاح الجو شغل نظيف. تهية للمشترك وتهية للقوات المسلحة. تهية خاصة لسلاح الجو. طبعا يا جماعة الجنجويد لهم كم يوم في مليط، في بيناتهم اختلافات، وانا هنا دعينا الى عدم ضبط النفس ومزيد من البل، ونزيدكم بالصغيرة انه يتباللوا. ففي واحد اسمه مشعل من اولاد الفاشر، جنجويتي من اولاد الزيادية، هو أمه زيادية لكن أبوه ما زيادي، أبوه من كسا ولا كسا ما عارف. الجنة ده معروف طبعا، أنا بعرف أبوه ذاته عنده بخالة جنجويدي ده. الجنة ده هو الملازم اللي كان بدون الفاشر بالمطفئية الفترة اللي فاتت معه وشباب كده، كان هو بدون وفي مليت هناك ماسك المنظومة بتاعهم بتاع التدوين، واختلفوا مع أولاد ماهرية كده جايين من جنينة، فقام ضرب الشباب ديل قتلهم. واولاد الزياديه القديم ما هو قام قال له كيف انا نشغل بيناتنا وانت كيف تقتل اخوانا بتاعك، قتل ثاني اثنين من اولاد الزياديه وما هو شباب التابعين له، وداك هو طبعا ملازم. جروا مجا دخلوا في حي كده اسمه كورونا ولا جرونا ما اعرف في مضيط، وحاصروا يا زلمه جنجويد من الماهريه ومن الزياديه كلهم جا حاصروا هنا، قام اشتبك معهم لهم كم يوم بيشتبكوا. المهم القيادات بتاع الدام الزياديه حسوا بالكلام ده خطر، وهم تفكيرهم انه يفضل يسيطروا على الفاشر عشان يفتحوا جبل عامر. ده المخطط بتاع جنجويد، لو ما سقطت الفاجر ما جبل عامر ما هيفتح ولا هيقدر يشتغل، لذلك دايرين يسيطروا على الفاشر. المحاولات المتكرره للفاشر ده عشان يفتح جبل عامر، لانه الامارات في الفتره الاخيره ده صرف كثير على الجنجويد، والجنجويد ما طلعوا وضعها برسلوا يعني واقفين من الشغل. فعشان كده الموضوع الحاصل كالاتي. فالناس دي هذول الليلة الصباح اجتمعوا الساعة 8 صباحا، كبير كبار من خيادات ومن ضمنهم عبد الرحيم دولو، عشان يهلوا المشكلة. فسلاح الجو كان بالملي قايته ولا ناس مشتركة دل، نزلوا الإحداثيات في الهلة ذاته. فالناس انجاقوا مهسي قادين يكوركوا كتير، مزيدوا من البل، ونطلب من القوات الجوية عدم ضبط النفس ودب اللام، يعني الدبو أهم حاجة كلام الخايد. تحياتنا لكم. انا شخصيا سميته امس والليله قاعد اتكلم في الموضوع ده، لكن اقسم بالله العظيم لو الامل هناك ده عشان اوصل لك رساله واحده، انه الفتنه بتاعت الجنجويد واصله وين. نفسي محمد كاكا ده لو جيت انت شخصيا ده تنصبه بتنصبه علي انا كزغاوي، والزول اللي بيسلح الجنجويد وبدين كروزلات وبفتح لهم الكبري وبمشي بقتل اهالي في فاجر وفي جنينه وفي نياله، فيبقى انه المشاكل اللي حصلت في تشات في معسكر بين مواطنين وبين ناس اهلهم ماتوا، وجو المنظمه يتبنى الموضوع والموضوع يتحلى، والكلام ده كان قبل شهر. الخلى احمد كسل يشيل الموضوع ده يجيبه الليله ويشغل الصوتيات ويضرب الزغاوه ويقول لهم انتوا واجانب ومرتزقه والكلام ده، الكلام الفارغ ده ليه شنو؟ لاغراض شخصيه لاحمد كسل. ليه ما يتكلم قبل شهره؟ احمد كسل شخصيا ليه ما يتكلم قبل شهر عن الموضوع؟ انا ما سميت، لكن كم سميت والله لازم لو امل الكلام ده السلطان زغاوه انا برد السلطان زغاوه، ما عندي رويه انا ده زول غور مستغل، لا في زول بديني اوامر، لا في زول بيقول لي لا ولا نعم. اي انسان في دارفور ده بعاني اهلي، زغاوي مش زلم مسالاتي المسالات اهلي، بقيت ضد الزغاوي الظالم، انا ضد الظالم في دارفور. وقالك فالموضوع احمد كسل شاله جراو لموضوع قبلي على اختلافه مع النشطة واختلافه مع ابو راب واختلافه مع الجيش. حقك تختلف مع الجيش، حقك تختلف مع بيبي، لكن ما حقك تفتن بناس مساكين قاعدين في خيام في تشات ومنتظرين منظمات، حتى اولادهم اللي في اوروبا ما شغالين، هنا في اوروبا يدنا كثيره ما قاعدين نشتغل، بينتظروا منظمات. الليله بيعلنوا في مجاعه، خريف دخل عليهم وادي مسكر، بيشوفوا جنجويد بعينهم بيشيلوا جمال دارفور كله بيجوا خاشين دو، بيشوفوا بنزين ماشي على الجنينه عشان يقتل اهلهم. انت الليله جاي ثاني تعدي الصراع بين زغاوه ومساليب وشنو؟ غلط اخواني، لو الكلام ده حسن حقيقه من قبيله الزغاوه، انا شخصيا ده بيبي ده انا قاعد نتكلم مع ضياء ادريس، واقسم بالله متواصل مع الرئيس هيئه شورى قبيله الزغاوه في السودان. الكلام ده حسن من زغاوه، لو حسن من زغاوه في التشاف، فالزغاوه في السودان لاننا معذبين زيها، وانين اكثر ناس انتقدنا اهلنا في الضفه الثانيه، اكثر ناس قاعد يجي نار من هناك ببلنا. وقالك